حريم ولا بنات حتى تتوظف كانت ولا تتعلم كانت. في مجلس السكان الدولي احنا بنهتم بالسيدات والفتيات والشباب في المناطق الريفية والمحرومة، لأنه هذه الفئات بتبقى فرصها في التعليم وفي الكسب وفي المشاركة في الحياة العامة بتبقى محدودة للغاية. من هنا بدأت فكرة برنامج نقدر نشارك. نقدر نشارك بيستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والسيدات في الفئات العمرية من 16 ل 29 سنة في 30 قرية في صعيد مصر. بداية أنا بوجه الشكر لمجلس السكان الدولي على دعوته بصفتي مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي لكي نتفق على السياسات التي تتفق مع أهداف الوزارة في تنمية مهارات المرأة سواء كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً. بيتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع 33 جمعية أهلية في محافظات سوهاج وقنا والفيوم بمعدل جمعية مظلة على مستوى كل محافظة وعشر جمعيات قاعدية بمعدل جمعية على مستوى كل قرية. اللي بيدرس للفتيات والسيدات المستهدفات في الفصول مجموعة منتقاه بعناية من الميسرات من نفس القرى اللي بينفذ فيها البرنامج وبيتم تدريبهم تدريب عالي. أنا دوري بيبدأ من آخر يوم في التدريب، ببدأ أجمع السيدات وبيتدربوا وبعد كده بتبدأ معاهم التنفيذ على أرض الواقع. لو هي حابة تعمل مشروع بيديها جزء عملي إزاي تبدأ مشروعها وبيقفوا معاها لحد ما تصل إنها تبدأ المشروع سواء أي بقى مشروع. عرفت عن مدام هيا ومدام أفراح وقالوا لي إيه نظام الشغل إيه نظام المشروع نقدر نشارك وفتحت المكتبة دي. بعد كده بيبدأ التدريب العملي، احنا بنسميه التدريب الحرفي. بعد ما تكون كل واحدة حددت المشروع اللي هي عايز تعمله وعملت دراسة الجدوى واتدربت عليها داخل الفصل مع الميسرة، بنجيب مدربين متخصصين وبنقسمهم إلى مجموعة من الحرف بحسب المشروعات اللي هم عايزين يفتحوها، وبيعمل لهم التدريب الحرفي الخاص بكل حرفة بحيث تبقى المستفيدة مؤهلة إنها تبدأ المشروع الخاص بها. احنا اول حاجه ان تكون المنتجات اللي هنستخدمها او المنتجات اللي هننتجها تكون امنه في الاستخدام، زائد انها تكون قليله في التكاليف. كانت اكتر حاجه مؤثره ان قصه سيده ارمله وسنها صغير ومعها اطفال ومش عارفه تعمل ايه. هي عندها فكره المشروع بس هي مش عارفه ازاي تعمل دراسه جدوى ازاي تسوق للمشروع بتاعها. اشتركت معانا وفعلا بدات التنفيذ. حاليا الست دي لها دخل وهي دي يعني وبتربي اطفالها ولها دخل اساسي. من اول اسبوع بدات معاها الفكره عجبتني جدا. فالحاجه دي كانت في دماغي كذا فكره، فالواحد مش عارف يبدا ازاي ولا اجيبها ازاي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوزين صابون ومواعين. أنا بشتغل في حرفة الفخار مع زوجي أبو عبد الرحمن، فتعلمت إزاي إن أنا أعمل دراسة جدوى وأسوق المشروع بتاعي وأنمي منه. فجيت مع جوزي اتفقنا مع بعض إن إحنا إزاي ننمي المشروع بتاعنا ونفتح له أسواق جديدة. علينا دور تاني اللي هو ازاي ننقل المعلومات ديت بشكل مبسط للفئات المستهدفة او للمستفيدين اللي احنا بنشتغل معاهم. البرنامج بيساعد المستفيدات ان هم يلاقوا مكان يمكن ان هو يقرضهم، سواء المكان دوت كان جمعية اهلية او هيئة او جهة اقراض او اي جهة تقرضهم بشروط ميسرة. ازاي تبقى ريادة اعمال في بيتك؟ خدت قرض ب 4000 وجبت الارانب وكويس ماشي معايا. التسويق بتاع التاجر تاخده مني من هنا من البيت.
النهاردة احنا في قرية نغميش بالتحديد في منزل لمياء وإيمان، هم دارسات في فصول نقدر نشارك في النغميش، حصلوا على تدريب نظري. حاليا دلوقتي بدأوا مشروعات الاثنين، مواشي وطيور، جابوا ممول شريك ليهم بحيث ان هم يأكلوا، وهو جاب لهم اساسا يعني رأس المال. وديني جهزتها، بودي المدام نرمين في المحل، بنزل لها الحاجات دي وبتبيعها وبتجيب حاجات كويسه، يعني فلوس كويسه. اما المجموعات اللي تبقى عايزه تدور على فرصه عمل او وظيفه داخل منشاه او كيان او شركه، بنشوف الفرص المتاحه للتعيين او للتوظيف في اي منشاه او مكان او شركه، وبنقدم التدريبات المتخصصه للمجموعه اللي عايزه تدور على فرصه عمل علشان تبقى مؤهله انها تحصل على فرصه العمل. ما كانش عندي خبره بالتعامل، ازاي اتعامل مع الناس او احل اي مشكله مثلا او انظم وقتي، فسمعت عن مشروع نقدر نشارك، تعلمت فيه كيف اتواصل، معنى التواصل وكيف اتواصل مع الناس، ازاي انظم وقتي، دي ازاي اعمل سيره ذاتيه او مقابله شخصيه. وكان لنا استراتيجية عمل من خلال تعبئة وحشد المجتمع، لأن ما كانوش يطلعوا بناتهم لبرة أو للمجال ده. فلما أنا قعدت مع ولي الأمر وأقول له بنتك لما تتعلم حرفة، لما تشارك بموهبها، لما تتعلم حاجة هتنفع نفسها وتثبت وجودها وتدر دخل على أسرتها. البداية كانت صعبة بالنسبة لنا لأنه جديد علينا في القرية. ابتدينا نعمل دعاية عن طريق بعض الملصقات وعن طريق استخدام بعض الميكروفونات في مكبرات الصوت في القرية. في محور أساسي كنا مركزين عليه في برنامج نقدر نشارك، وهو أن البرنامج نفسه يتم من خلال مشاركة مجتمعية. فكنا دائما بنحاول من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية والحوارات المجتمعية ان احنا نوجد بيئة داعمة تتقبل عمل المرأة وتتقبل وجود البنت او السيدة في مشروعها الخاص. والد ابتهال ما كانش راضي، قال يا ابوي ده يعني احنا ما نودوهاش، ده العادات والتقاليد بتاعتنا ما تطلعش البنات وكده. قلت له لا، ده بنات كثيرة راحة وتعلمت، راح أبوها راح للجمعية وراح زارها، لقي يعني عدد بنات كثيرة، ما فيش يعني أولاد شباب ولا حاجة هناك، وراح خلاها تروح. فقالوا له في مشروع نقدر نشارك، فجيت تعلمت فيه، علمونا إزاي درست الجدوى، إزاي إن أنا أشوف السوق إذا كان محتاجني ولا لا، علموني التدريب عملي، وعرفونا ازاي اتعامل مع الزبون، ضمت الفركه على الخياطه وطلعنا حاجات سياحه زي شنط وحاجات مكتبات وحاجات زي كده، وبكده احنا ابتدينا نشارك في المجتمع. علشان نعمل تمكين اجتماعي، البرنامج بيقدم لهم داخل الفصول اللي هم موجودين فيها مكون اسمه المهارات الحياتيه، وده فيه معلومات صحيه وفي معلومات توعية قانونية وفي معلومات عن المشاركة المدنية، بحيث انها تبقى ممكنة اجتماعيا. زي ما قلنا امبارح ان الحقوق كلها حقوق متشابكة ومترابطة ومتداخلة. اتكلمت في الموضوع مع البنات بالتفاصيل، الستات المتجوزين بالخصوص يعني الحمد لله حاسة ان انا وصلتهم لقناعة انا مش هختم بنتي. علشان نضمن استمرارية برنامج نقدر نشارك، شجعنا المستفيدات ان هم يكونوا نوادي نقدر نشارك، ودي بتبقى اماكن امنه موجوده داخل الجمعيات الاهليه بيتقابلوا فيها المستفيدات مع بعض، يتبادلوا خبراتهم حوالين المشروعات اللي هم بينفذوها، لو في مشكلات بيحاولوا يحلوها مع بعض ويتبادلوا الخبرات. حلمي ان انا
اكبر المشروع بدل ما نعمله في البيت ان ممكن اعمله مثلا في المحافظه ذات نفسها او في المركز. هروح اجيب المكنه واشتغل وافصل وابيع وبيعه بسعر قليل للناس حتى يعني عشان جيراني يعني واهلي. نفسي المشروع ده يبقى ملوش حدود. ونفسي باقي البنات اللي في البلد والفتيات ان هم الهدف بتاعهم او الطموح اللي عنديهم ما يركنوش على جنب، لا يحاولوا ان هم يعني يحلموا بيه ويشوفوا مين اللي هيقدر يساعدهم في المشروع ده. نفسي ان انا نكبر المشروع بتاعهم.